الخير، اهلا بيكم في حلقه جديده معانا من طعم ولون. النهارده انا عايزه اعمل لكم طبق لذيذ جدا، هعمل لكم كفته في الفرن بالبطاطس. تعالوا نشوف مقاديرنا بس طريقه مختلفه عن طريقتنا المصريه. تعالوا اوريكم هنعملها ازاي. اول حاجه احنا عندنا تقريبا كيلو لحمه مفرومه، عندي كوبايه ورق بقدونس مفروم ناعم، بصله مبشوره، ربع معلقه قرفه، معلقه صغيره التوابل، ربع معلقه صغيره جوزه الطيب، معلقه كبيره هريسه، ممكن نبدل الهريسه او بلاش نستخدمها، نحط مكانها معلقه كمان على صلصه الطماطم لان عندنا اوريدي كمان معلقه صلصه طماطم. للطاجن عندي 3 معالق زيت زيتون، 5 حبات بطاطس متقطعه شرايح رفيعه، بصله متقطعه شرايح رفيعه، 3 طماطمات شرايح رفيعه، فلفل رومي برده شرايح رفيعه، وواحده فلفل هالبينو شرايح. اول حاجه نعملها ان احنا عايزين نخلط اللحمه المفرومه ببقيه البهارات والخضار ونعمل كور اللحمه، وبعدين هنوضب مع بعض الباركس. تعالوا نجيب حاجه غويطه الاول، هننزل فيها البصل والبقدونس، الهريسه، الصلصه، البهارات بقى اللي عندي كلها، ملح وفلفل طبعا، زود الفلفل الاسود شويه. هقلب المقادير دي كلها على بعض كويس، وبعدين هضيف لها اللحمه المفرومه، نزل عليها اللحمه. وبعدين طبعا هعملها الاول بمعلقه بس افكها كده، وبعدين هنكورها بقى مع بعض. هوريكم هنكورها ازاي مع بعض، بفكها بس من بعضها شويه. تعالوا ننضف. جوانتي انا بس عايزه اخلطها الاول، بعدين هشيل الجوانتي عشان اعرف اكورها كويس. نخلط اللحمه كويس قوي مع كل المقادير اللي عندنا. ريحه المقادير اصلا طلعت اللي حطيناها مع اللحمه المفرومه، تديها طعم حلو قوي، بالذات الصلصه والهريسه المقادير اللي بتطري اللحمه قوي وبتديها طعم حلو قوي. كده اللحمه بتاعتي جاهزه، عايزه بس احط على ايدي نقطه زيت زيتون كده صغيره عشان نكور مع بعض اللحمه. انا كنت عامله شويه بس هوريكم نعمل مع بعض واحده او اتنين. حطيت نقطه زيت زيتون، هاخد اللحمه كورها كور، طبعا تقدروا تعملوها اي حجم تحبوه، انا عاملاها وسط كده تقريبا عشان ما تخش الفرن حجمها يظهر شويه كمان وتبقى حجمها قريب من حجم الطماطم والبطاطس والفلفل اللي عندنا. واحده كمان، كفته من الحاجات اللذيذه سريعة في العمايل، وممكن اخلي ولاد كمان يساعدونا فيها لانها كل ده ما فيهوش نار خالص. طيب زي ما انتم شايفين هنكمل بقى كميه اللحمه كلها، وتعالوا اوريكم هنحضر صينيه ازاي. هجيب بايركس هنزل فيها حلقات البصل، هنزل فيها كمان حلقات الطماطم، الفلفل الرومي،
الفلفل الأحمر، تقدروا طبعا تستغنوا عنه بفلفل أحمر عادي لو تحبوا. البطاطس، وبعدين هنزل بقى فوق كل ده شوية زيت زيتون كده حلوين. ملح وفلفل. وبعدين طبعا الكفتة هحطها على الوش. نزل الكفتة بتاعتي. بعدين هغطيها، لازم الكفتة تتغطى في الأول عشان الخضار كمان يخش في السوا بسرعة. هغطيها لمدة تقريبا نص ساعة، وبعدين هشيل الغطاء أحمر وشها ربع ساعة كمان. طبعا عشان وقت البرنامج أنا كنت عاملة نسخة، بس تعالوا ندخل دي الفرن ونطلع النسخة على ما دي تستوي. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نقدم النسخة ليكم معايا. ورجعنا لكم من الفاصل. هعمل لكم دلوقتي سلطه لذيذه جدا، سلطه كسكسي بالطماطم المشويه. بس قبل ما نبتدي في السلطه تعالوا نطلع مع بعض الكفته. خلاص بما اني كنت حاطاها من بدري عشان دي النسخه خلاص خلصت، عايزه اوريها لكم. استوت والخضار استوى وريحتها خطيره. الكفته بتاعتنا خلصت، عايزه بس احط على وشها شوية نعناع أخضر كده فريش، وممكن أي نوع مكسرات بقى عندكم. والهنا والشفا. تعالوا بقى أعمل لكم سلطة هتبقى لذيذة جدا، سلطة الكسكسي. زي ما قلت لكم أنا عاملاها بالطماطم المشوية، بس عشان وقت البرنامج الطماطم أنا شويتها، حطيتها في الفرن في صينية فرن طبعا مع شوية ثوم. والثوم زي ما هو كنت سايباه زي ما هو، براس الثوم زي ما هي، وحطيت عليها شويه زيت زيتون وملح وفلفل، ودخلت لمده نص ساعه في الفرن تقريبا وطلعت جاهزه. قشرتها وجاهزه على التقطيع. كل اللي هنعمله ان احنا الاول بس عايزه اوريكم مقاديرنا وهقول لكم هنعمل ايه. اول حاجه عندنا زي ما قلت لكم الطماطم، 4 كوبايات طماطم تشيري انصاص، دي هتتحط في الاخر. عندي الطماطمتين اللي شويناهم، عندي 1/4 كوبايه زيت زيتون، شطه مجروشه، 2 كوبايتين كسكسي، الكسكسي انا سلقته، 1/2 كوبايه جبنه فته، عصير ليمونه، 3 فصوص ثوم مفرومين، 1/2 كوبايه اوراق نعناع طازه، ملح وفلفل، ومعلقتين صنوبر للتزيين. ممكن طبعا نستبدلهم باي نوع من المكسرات نحبها. تعالوا الاول بس نجيب بوله، لان اول خطوه عندنا خلصت اللي هي شوي الطماطم. فانا دلوقتي عايزه اعمل السلطه نفسها بتاعه الكسكسي. هحط الكسكسي بتاعنا، ننزل عليه زيت الزيتون، الليمون، اكننا بنعمل سلطه شويه، الثوم المفروم، شويه من الشطه المجروشه، وهقلب كل ده مع بعضه كويس. طبعا ملح وفلفل، وبعدين هزود عليهم الطماطم التشيري، واخر حاجه هزودها هي الطماطم المشويه. بس تعالوا نقطعها الاول مع بعض. هي تعتبر اكتر سلطه الطماطم بالكسكسي مش العكس. هي نحطها على جنب، اجيب سكينه. الطماطم طبعا عشان مشويه، انا كل اللي عايزه اعمله، انا مش عايزه اقطعها تقطيع مظبوط قوي، انا عايزه اقطعها كروكي كده، وفي نفس الوقت العصير بتاعها لما هيتضاف طعمه هيبقى حلو قوي مع الكسكسي. زي ما هي بعصرها كده هنزلها فوق الكسكسي.
نفس الموضوع في الثانية. في حتة فيها لسه ناشفة شوية بس مش مشكلة، كله هيتقطع. نفس الموضوع برضو بعصيرها كده زي ما هي. العصير ده طعمه هيبقى خطير مع زيت الزيتون والليمون اللي احنا حاطينه، عصير الطماطم المشوي ده. واخر حاجه هزودها الثوم برضو اللي احنا شويناه، كل اللي هعمله فيه بس عايزه ادقه الاول كده خفيف. وبعدين برضو هقطعه شويه. الثوم الروستد ده من اكتر انواع الثوم اللي بتدي طعم خطير في اي حاجه، سلطات، فراخ مشويه. هقلب بقى ده كله مع بعضه. ريحه الثوم وزيت الزيتون مع الطماطم المشويه بجد باينين جدا، سلطه هتعجبكم ان شاء الله. تعالوا الأول نجيب طبق التقديم. هنزل السلطة بتاعتي هفردها في طبق شوية. دايما أهم حاجة بالذات في السلطات، عشان السلطات من الحاجات اللي بتفتح النفس على الاكل، هتحاولوا شويه توضبوا الطبق وفي نفس الوقت تزينوه بحاجات فاتحه للشهيه برضو. هحط بقى على الوش الجبنه بتاعتي الفته، اكسرها كده شويه. وهدلق عليها كمان شويه زيت زيتون. نعناع الفريش، واخر حاجه الصنوبر المحمص. كده السلطه بتاعتنا تكون خلصت، سلطه سهله وسريعه جدا. اهم حاجه زي ما قلت لكم فيها ان نشوي الطماطم في الاول، او نص كميه الطماطم تبقى مشويه، لان لما الطماطم بتتشوي والثوم كمان الاثنين بيبقوا روستد في الفرن بيدوا طعم مختلف تماما، وفي نفس الوقت بنستفيد بيهم في الصوص او في الدريسنج بتاع السلطه. ولو تقدروا ان انتوا تتبلوها او تتبلوا الكسكسي بدري شويه وتسيبوه في تتبيله زيت الزيتون والثوم والليمون والحاجات دي على ما تخلصوا الطماطم، برده هيدي طعم حلو قوي. سلطه سهله وسريعه واتمنى تعجبكم. عملت لكم النهارده سلطه الطماطم اللي بالكسكسي والجبنه الفته، وعملت لكم كمان البايركس او صينيه الكفته المشويه بالبطاطس. طبعا عايزاكم تجربوهم الاثنين وتقولوا رايكم فيهم ايه، واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من طعم ولون.